وصلنا للمرحله ديال انك خديتي الباجاج ديالك وغادي تخرج من المطار. هادشي اللي غادي دابا نتحدث عليه بالتفصيل، اهم خطوات اللي خاصك ديرهم، ما خاصك تنساهم، ما خاصك تغلط في اي وحده فيهم، وبشحال من نصيحه غادي نقول لك في هذا الفيديو هذا غادي تهنيك من بزاف ديال التعب. لايك وسبسكرايب ويلا نبداو. وديما كيف اكدت عليها في الحلقه الماضيه، عاوتاني كنزيد ناكد على اهميه ديك الورقه الصغيره، ميغراسيوني كارتا بالروسيه، ميغريشن كارت بالانجليزيه، ديك الورقه الصغيره اللي غادي نبينها لكم شي بلاصه هنايا. الله يرحم بها الوالدين والله يجازيك بخير والله يعطيك الخير، ما تضيعهاش ما تقطعهاش ما حتى شي حاجه لانها مهمه بزاف في اي بلاصه. حتى ملي غادي تمشي تقطع التيكي ديال الكار ولا ديال التران ولا ديال اي بلاصه، وخصوصا في الجامعه فراه كيطلبوها لك بزاف. الحاجه الاولى اللي غادي تخص تعرف هو ان للاسف اغلبيه المطارات هنايا في موسكو ما لقيتش فيهم انا شخصيا الواي فاي، ولا كتلقى فيهم الواي فاي ولكن دايرين لهم الكود. السبباش والله ما عرفنا السبباش، لهذا من الاحسن ما تعولش على موضوع الواي فاي. خاصك تشري نمره، لان النمره والهاتف ديالك هو ديك الساعه هو الشيفور ديالك، فهمتي؟ ضروري يكون في ايديك. اذا تحطيتي تما في موسكو والتليفون ديالك طافي، باش نكون واضحين ما غادي تقد دير حتى شي حاجه. لهذا كيف نصحتكم في هذاك الفيديو، تجيب معك باور بانك تكون عامره، فهمتي؟ وكذلك غادي تمشي الخطوه الاولى اللي خاصك دير في المطار هي انك تشتري تذكره، تشتري رقم ديال الهاتف. في روسيا كاين بزاف ديال الشركات، بزاف. اذا بغيت نقول لك دابا الشركات ديال 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 الاتصالات اللي كاين في روسيا، خاصني واحد 3 دقائق غير باش نذكر على السميات ديالهم، لان يعني هنا في روسيا ماشي بحال المغرب ما كتلقاش جوج شركات ولا 3 في الدوله كلها شي مازال، لا هنا كتلقى بزاف باش تكون منافسه، باش يكون السعر هابط، وهذا الشيء على في مصلحه الناس، فهمتي؟ انا كنصحكم انك تمشي، هضر على تجربتي وكذا، وديما كناخذ الدراري طلبه ديالي الارقام رقم الهاتف، سير ليوطا. هاد يوطا هادي سواء يوطا، كاين يوطا وام تي اس وبي لاين بزاف، تيلي دفا، في داخل المطار كتلقاهم دايرين واحد بحال الكيوسكات ديالهم، فهمتي؟ واحد المحلات صغيره ديال هاد الشركات. انت سير مباشره، كنصحك تمشي ليوطا. الريزو ديالها مزيان، الكونيكسيون ديالها مزيانه، هي اللي عندي انايا من نهار جيت روسيا. هاد الرقم اللي كدوي معايا كلكم في الواتساب عبره، فراه يوطا شركه مزيانه وفيها عروض رخيصه، وخصوصا واحد العرض ملي كتكون باغي ديرو اول مره، كاين واحد العرض كدير كتاخذ كارت سيم وفيها 50 جيجا وفيها شي امور اخرى مجانيه، نسيت شنو هي بالضبط، بشحال 350 روبل فقط، حوالي 3.5 دولار. فهمتي؟ غتمشي عندي معاك باسبور وديك ميغريشن كارد صافي، وغادي تشري نمره تما فيها 50 جيجا، غادي تدوز لك المينيموم واحد جوج سيمانات هنا في روسيا. حنا دابا الهدف ديالنا هو انك كيفاش تحرك من المطار حتى انك توصل لمدينتك. الخطوة الثانية هي انك تمشي تصرف الفلوس، وتصرف فلوس كلها في المطار، داك الدولار اللي جتي او الاورو، كيف دويت في الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي قبل منها، ما كاينش فرق ما بين واش جتي الدولار او الاورو، الاهم هو انك تحافظتي عليهم نقيين، فهمتي؟ لان هنايا في الابناك سواء في المطار ولا في اي مدينة اخرى، فراه ما كيصرفوش لك اي ورقة ولو تكون فيها خدوش بسيطة جدا. في المطار وصرف فلوس كلها، الجواب هو لا، او النصيحه هي لا، لان سعر الصرف في المطار كيكون قليل، كيكون ضعيف، فهمتي؟ يعني كيستغلوا انك عارفوا ان الناس كيحتاجوا ضروري انهم يصرفوا، وبالتالي كيديروا الصرف قليل. صرف فقط ما يكفيك، ما تفوتش 100 دولار، صرف غير 50 دولار. 50 دولار كافيه باش انك تشتري بها تذكره، فهمتي؟ باش انك تشتري بها نمره وتشتري بها تذكره من موسكو اي بلاصه في اغلبيه المدن اللي كيمشيو لها الطلاب، فراه السعر كيكون نواحي 20 دولار 25 دولار 30 دولار. لهذا 50 دولار اصلا غادي تكفيك، وخلي بقيه الفلوس حتى تمشي لمدينتك عاد تصرفها.
بعد ما صرفتي $50، هنا احسن نصيحه من الاحسن يعني يكون اذا كنتي درتي هذه القضيه ديال انك تكون من قبل ما تجي تكون انك اشتريتي التذكره الاخرى، تذكره الطائره من نفس المطار، من نفس المطار اللي عادي تنزل فيه في موسكو، تذكره اخرى من نفس المطار الى مدينتك، سواء جاي فولغاغراد اي مدينه اخرى، فهمتي؟ هذا من الاحسن. شريطه النصيحه الاهم هي انك اذا قررت دير هكا ما تشريش طياره الثانيه قريبه جدا من ناحيه عدد الساعات، قريبه لوقت وصولك لموسكو، لان ما تعرف يقدروا يشدوك في غرفه التحقيقات، قلت لك انا يقدروا يشدوك حتى 7 سوايع كيف قلت انا في الفيديو اللي ما الماضي وشرحت علاش وكذا، فهمتي؟ هو 95% ما كاينش اللي غادي يهضر معاك غادي تدخل ديريك، ولكن انت ديما دير احتياط باش ما تضيعش الطياره الاخرى. اذا كنتي دايره البارتي هذه فراك غادي تسنى فقط، كنتي مشتري يعني التذكره الاخرى غتسنى فقط موعد الطياره الاخرى وغادي تديك حتى المدينه ديالك. ما كنتيش درتي هذه القضيه هذه غادي تخرج بعد ما هزيتي الباجاج ديالك وشريتي الرقم ديال التليفون، غادي تخرج من المطار غادي تلقى الطاكسيات ديال المطار. اكبر غلط في حياتك غادي تندم عليه وغادي ما يتصرفش ليك هو انك تاخذ طاكسي من امام المطار. اللي حاجه اللي كتساوي درهم هو بلاص ما ياخذ منك مثلا درهم ياخذ منك هو 100 درهم. انا وقعت في هذا الغلط نهار وصلت لموسكو، واحد الرحله ديال 10 ديال الدقائق خلص فيها تقريبا 3000 روبل، يعني حوالي $30 على ود واحد المشيه ديال 10 ديال الدقائق فقط. لهذا اياك تاخذ طاكسي من امام المطار. اشنو غادي دير؟ غادي تيليشارجي هاد لابليكاسيون اللي غادي نبين لك هنايا، ياندكس مابس، كاين بحال جوجل مابس وكاين ياندكس مابس، بحال في اسلوب الخدمه ديالهم بحال فراك كتشارج تيليشارجي، يمكن لك كاع اصلا تستعمل جوجل مابس غير فقط ياندكس مابس، مع انه شركه روسيه وكذا، فراه في ناحيه العناوين الادريس ديال البلايص كتوريك منين دوز وكذا في داخل روسيا، فراه هي دقيقه جدا. هنا انا كنصحك الا كنتي غادي تمشي من موسكو، يعني المدينه اللي غادي تقرا فيها ما بعيداش بزاف، ماشي كثر مثلا من 800 كيلومتر 900 كيلومتر، من الاحسن انا بغافور كنصحك انك تجي عن طريق الكار. علاش؟ لان الكار غادي تلقاه بسهوله، اي وقت وصلتي غادي تلقاه بسهوله، وغادي نوريك فين غادي تمشي كيفاش غادي تلقاه بسهوله، والثمن رخيص والاجراءات ديالو حتى هي سهله، فهمتي؟ الاجراءات ديالو ما صعيباش. عرفتي واحد النعمه تبارك الله كاينه في روسيا، كتخرج الصباح وانت مرتاح انه ما غادي تلقى شي زبل في الارض، ما غادي شي واحد دوك يعني دوك ما غادي يحاول يجريسك شي واحد، ما غادي يخرجك شي كلب من شي قنت غادي يبغي يعضك، ما حتى شي حاجه. من موسكو للمدينه ديالك كيف قلنا يمكن تمشي بالطياره، يمكن تمشي بالكار، يمكن تمشي بالتران، ويمكن لك تمشي واحد لابليكاسيون اللي غادي نشرحو من بعد في السلسله، بلا بلا كار اللي غادي تمشي مع واحد الشخص. ما كنصحكش انا بهذه الطريقه الا كنتي يلاه جيتي نتايا، انا ما عندكش اللغه وما سهلت بزاف شي تفاصيل وخاص تعرف فين تلاقى مع الى غير ذلك. انا كنصح تمشي في الكار، لان كاين كار وكاين تران. التران طويل، اغلى بعدا من الكار، وطويل بزاف كيمشي بشويه يعني في عدد الساعات من المدينه ديالك وكذا. بلاص مثلا في الكار غادي دير مثلا 7 ديال السوايع، في التران غادي دير 14 ساعه. علاش؟ لان التران كيمشي بشويه، فيما كيوصل واحد المدينه كيبقى تما واحد جوج سوايع ساعه مما كيعمر ثاني الى غير ذلك. غادي تخرج من المطار، قلنا غادي تستعمل ياندكس مابس، غادي تكتب الادريس ديال المحطه ديال الكيران الاشهر اللي كاينه في موسكو، محطه سالاريفو، فاهم؟ محطه سالاريفو غادي نكتب الادريس ديالها تحت الفيديو. ومن من من تخرج من المطار غادي اذا كتبتها في ياندكس مابس غادي يعطيوك كيفاش تمشي لديك المحطه من المطار عن طريق الحافله. يمكن لك تمشي بالطاكسي، ولكن كيف قلنا الطاكسي سواء خديتي من قدام المطار غادي يحسب لك واحد 3000 روبل، هي قليله. ولا خديتي عن طريق لابليكاسيون ياندكس، دابا غادي تاهي نشرحها من بعد، غادي يحسب لك واحد 900 ولا 1000 روبل. بينما الا مشيتي في طوبيس من المطار حتى المحطه شحال غادي تركب؟ 60 روبل. يعني قارن 60 روبل 65 روبل بالضبط في موسكو، قارن 65 روبل و 1000 روبل و 3000 روبل. الطوبيس غادي ياخذك حتى لمحطة ساراريفو، ومنين غادي توصل الشيء اللي غنقول لك دابا شنو دير.
علاش كنصح بالضبط بعد محطة ساراييفو، أصلا هي الأشهر من ناحية الحافلات في موسكو، وأنا كتعجبني بزاف وديما كنستعملها. أنا كنفضلها هي على الـ على الـ على الـ على التران. لماذا؟ في أي وقت أصلا آمنة بزاف، بالنسبة للطلبة الصغار آمنة بزاف، واضحة نقية بزاف، الأسعار فيها غالبا ثابتة، فاهم؟ أسعار ثابتة. وأهم حاجة علاش كنصح أنا بهذه المحطة هو أن الحافلات فيها بزاف، فهمتي؟ مثلا انا فاش كنبغي نمشي فولغاغراد، كنلقى الحافله ديال 12، الحافله ديال 2، الحافله ديال 4، الحافله ديال 6، الحافله ديال 8، الحافله ديال 10. يعني في كل نهار كاين 4 و5 الحافلات، يعني وقت ما وصلت انت تما غادي تلقى الحافله اللي سميتو. ما اضطرش، ما غاديش تمشي لواحد المحطه اللي غادي تكون فيها حافله واحده، صدق ما لقيت، صدق ما غاديش تلقى التذكره في هذاك النهار، صدق خاصك فين تبات وكذا وقيس الصخره. لهذا من الاحسن غادي تمشي لمحطه ساراييفو، طوبيس غادي يحطك حتى الباب المحطة، غادي تنزل واحد البلاصة من تما، المهم واحد تما تشوف الناس كيفاش كيدخلوا هذيك المحطة، غتاخد في يديك فقط جواز سفر وديك الوثيقة اللي خديتي في المطار الميغريشن كارت فقط، وغتمشي غادي تقول لهم بغيت ناخد عطيني يعني التذكرة اليوم المدينة الفلانية مثلا يكاتيرينبورغ ولا كازان ولا ساراتوف ولا روستوف ولا فولغاغراد عندنا، فهمتي؟ في أي بلاصة، فراه 99% نقولوا 95% غادي تلقى التذكره ديالك وباثمنه معقوله، فقط غتسنى الحافله ديالك وهانت ركبتي في الحافله ديالك، الحافله اللي غادي تاخذك حتى للمدينه ديالك. يعني الا طبقتي هادشي اللي قلت في الفيديو، فراه ما غادي تحتاج حتى شي واحد اللي يستقبلك، ما تحتاج حتى شي واحد اللي غادي يمشي تما وكذا وكذا، فهمتي؟ ما تخافش، يعني فقط رسم هادشي اللي قلت في الفيديو في ورقة أو على الأقل في دماغك أو كذا، طبقه وبالتالي غتستطيع أنك تمشي من موسكو، واخا تكون جيتي لروسيا أول مرة، تمشي من موسكو للمدينة ديالك، فاهم؟ هادشي اللي كاين. تسناو الحلقة القادمة اللي غادي نشرح فيها كيفاش توصل من فاش توصل للمدينة ديالك، كيفاش تمشي للجامعة أو السكن الجامعي او للهوستر، كيفاش تلقى الهوستر مثلا اذا وصلتي بالليل ولا شي حاجه. استناو الحلقه الجايه، هي مهمه درجه درجه حتى نكملوا هاد السلسله كامله. اللي عجبتو هاد السلسله وكذا وبات لي انها تستحق بارطاجيها مع الناس اخرين، لايك تعليق ولا شي حاجه، ما فهمتيش شي بارتي الواتساب ديالي كاين تحت الفيديو، ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.